كنت بقول لحضراتكم كنا فاكرين ان احنا رايحين، يعني رايحين نرفع روح معنويه للناس. صدقوا بالله ان بعد 10 دقائق من الموقع وتعدي المعديه وتخش وتشوف الحركه، مش خليه نحل، خلايا نحل. حس احنا حس اي حد من اللي موجود، اي حد حاسس ان رقبته طايله السماء، حاسس بمعنوياته مرتفع، حاسس ان فعلا ان احنا كمصريين نقدر ده. الحقيقه يعني من الحاجات دي يمكن اللي عبر عن ده بصوره عمليه الفنان عمرو سعد. فنان جميل وابن بلد وبيتكلم وفاهم قد ايه كان عايش ده، وقد ايه عبر عن ده. وانا مش هقول هو عمل ايه، انما تعالوا شوفوا هو عمل ايه. انا دلوقتي حاسس انه الجيش المصري بيقود بدل المعركه 2 لا تقل عن 73، ان ما كانتش اهم. احنا بس حاسين عشان احنا موجودين دلوقتي في العصر ده، مش حاسين ومدركين باهميه اللي بيعمله الجيش المصري الوطني اللي عقيدته الاخلاص. الجيش المصري دلوقتي بيعمل حاجه مهمه في التاريخ للبشريه. سنه 73 كانت مصر، الجيش المصري بيحرر ارض، النهارده بيحرر عقل وبيحرر العالم من الارهاب. اتوقع ان العالم هيذكر ذلك. فتحية كبيرة جدا مخلصة وحقيقية للجيش المصري، وانا لا املك غير ان انا ابوس راس كل عسكري وكل ضابط وكل فرد موجود النهارده. انا حاسس ان احنا على جبهة، انا حاسس دلوقتي الاحساس اللي جالي من اول ما عدت المعدية ان احنا على جبهة. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك الله يعينك. عمرو سعد يعني خلى كل واحد كان موجود عينيه دمعت. وعمرو سعد ما عملش ده ان هو يعني في اطار ان ده، لا لا لا، احساس حقيقي. واي حد قادر يعرف قيمه اللي بتعمل ده، وان شاء الله هيتعرف، ان شاء الله هيتعرف، ان شاء الله كله جاي. معلش هو في شويه حاجات كده اللي مخليها الناس مش حاسه، انما لو كل واحد عرف قيمه اللي بيحصل ده، ولو كل واحد عرف قيمه ليش مصر في الفتره ديت بيعمل ايه هنا وبيعمل ايه في سيناء عشان الارهاب، وشرطه مصر بيعملوا ايه اللي كل يوم مقدمين 3-4 شهداء، لو كل واحد النهارده عرف قيمه ده فعلا كل ما هيقابل اي حد منهم هيبوس على دماغه. يعني ربنا يخللنا ليش مصر، وربنا يخللنا شرطة مصر، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يدينا ويدي حضراتكم العمر ونوصل لخمسة أغسطس 2015، 5 أغسطس 5/8/2015 بإذن الله. هيبقى ده يوم يا رب يعني يمد في عمر كل المصريين عشان يشوفوا ده. هيقول لي عشان حفر قناة، مش حكاية حفر قناة، قدرنا نعمل حاجة ما اتعملتش بقالنا 50 سنة، ما بنعملش أي حاجة، ممنوعين بالعربي إن احنا نعمل أي حاجة. عملنا مشروع غصب عن الأمريكان وغصب عن أي حد. الكدابين الزفة هيقول لك أيوه هيدخل المؤامرة، بس هو غصب عنهم بنعمل المشروع ده، وهنعمل مشروعات تانية إن شاء الله. تعالوا بقى، كان في جانب الزملاء الإعلاميين اتكلموا في هذا الموضوع، تعالوا نشوفوا بيقولوا إيه.